إلى ذلك أوضح ائتلاف الوطني برئاسة أياد علاوي أسباب تحفظه على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال عضو الائتلاف حسن شويرد الحمداني أن تحفظ الائتلاف جاء لكون التشكيلة لم ترتقي إلى مستوى الأزمات التي يعانيها البلد في الوقت الحالي. وأوضح الحمداني أن البلد يمر بأزمات اقتصادية لانخفاض أسعار النفط، والصحية لتفشي كورونا، وأمنية، بينما نرى أن الكتل السياسية أخرى ما زالت تفضل محاصصة فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة.